السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل كلامنا بخصوص كرسي الكتيب. ولو واحنا فاكرين احنا الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن الابعاد، وبعد كده اتكلمنا عن العلاقات، وبعد كده اتكلمنا عن ازاي اخلي الحاجه فول ديفاين. النهارده هنقفل بقيه كلام في الايه، في السكتش. بصوا يا شباب، احنا السكتش ده امر من ضمن 100 امر جوه الكاتيا. فاحنا الفكره ان احنا مش عايزين نضيع وقت كتير قوي في شرح السكتش، دي حاجه هتشتغل معانا كتير على طول. فاي حاجه فيها تجربه جربها في البيت انت مع نفسك، ولو في اي سؤال اسالني واحنا هنجاوبك. هنا هتدوس على ايسا، هتلاقي في مجموعه اوامر مختلفه، وتبدا تجرب كل حاجه بايديك زي ما انت شايف هنا. تمام، دي بالنسبه لقائمه ايه، قائمه درو. هنيجي نلاحظ ان في قائمه اسمها موديفاي. زي اي برنامج هتلاقي ان في فيلت هنا مثلا، تيجي تقدر تدوس فيلت مع فيلت هنا، وتيجي تدوس القيمه سي 5، وهتلاقي في شامفر، تيجي تختار الخط ده من الخط ده، وتيجي تقول القيمه بتاعتك مثلا سي 100 والزاويه سي 30 وهكذا. تمام، هتيجي تلاحظ ان انت تحت السهم ده عندك في حاجه اسمها تريم، وفي حاجه اسمها بريك، وفي حاجه اسمها كوك تريم وهكذا. الكوك تريم ده زي ما انت شايف تقدر تقطع حاجات زي ما انت شايف. وبالنسبه للامر اللي هو ده معانا اللي هو التريم، بتيجي تقدر تعمل بيك ستاند زي ما انت شايف. حلو، طيب. وعندنا هنا في امر هنا اسمه ميرور، وانت مجرد ما تيجي تختار الشكل ده وتيجي تختار الخط ده عمل لك ميرور هنا. وفي ميرور وز موف، يعني تيجي تختار ده على ده يعمل لك موف. وفي عندنا امر ترانسليت اللي هو موف، تيجي تختار الشكل وتيجي تقول عدد الحاجه اللي انت عايز لو تاخد منها كوبي، وتبدا تيجي تدوس على هنا وتيجي تختار العدد بتاعك سي مثلا 500، وبعد كده تيجي تختار البوزيشن بتاعك ايه اللي هو مثلا سي ده كده. ولو انت مش عايز تعمل في الترانسليت كوبي هتشيل دوبليكيت من هنا. تمام، طيب. وهتلاقي في حاجه اسمها هنا روتيت، تقدر تاخد الشكل بتاعك ده هنا وتقدر تعمل له كوبي برضو زي انت عايز، وتقدر تيجي تختار السنتر بتاعك وتيجي تكتب الزاويه بتاعتك برضو 180 مثلا. يعني انت كده على كل 180 هتاخد كوبي. ممكن نعمل روتيت تاني، ممكن نقول ان الزاويه بتاعتنا مثلا من هنا هتبقى مثلا سي 45، فكده على كل زاوية 45 خد كوبي 3، اسف على كل زاوية 45 خد كوبي. وممكن طبعا نلغي الكوبي زي ما احنا اتفقنا من هنا من الدبليكيت. وهنلاحظ ان في عندنا هنا في حاجة اسمها سكيل، وهي نفس المفهوم. يعني انت لو عندك حاجة هنا كده وعايز تعمل لها سكيل، هتيجي تلاحظ انك تقدر تكتب السكيل هنا زي ما انت عايز برضه. وفي اخر حاجه عندنا اللي هي الاوفست، ان انت تاخد اوفست من حاجه زي الاوتوكاد بالظبط، انك تيجي تاخد قيمه اوفست من حاجه وتقدر تكتب قيمه الاوفست هنا مثلا سي 30 مثلا. وفي عندنا هنا حاجه مهمه جدا اللي هي البروكس 3 دي اليمنت والانترسكت اليمنت والبروكس 3 دي ايزوليت، هنبقى نتكلم فيها قدام، يعني هنسيبها دلوقتي هنتكلم فيها قدام. وبكده النهارده نكون نهينا كلام تماما خاص بالسكتش 2 دي، مش تماما قوي يعني، في حاجات لسه هنبقى نتكلم فيها قدام لما تقابلنا ان شاء الله. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم ازاي نعمل امر باد، وامر باد ده هو الامر اللي بيخليك تطلع بالحاجه 3 دي. تابعونا، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، ولو في اي سؤال اسالوه تحت في الكومنتات وان شاء الله هنجاوبكم في المرات الجايه باذن الله.